خلينا نروح لتصريحات الدكتور إيهاب كامل العضو المنتدب لشركة إدام للخدمات الطبية، وطبعا كانت لكاميرا قناة النادي الأهلي، ونرجع نكمل. كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ويمكن طبعا يعني احنا حاليا متواجدين في المؤتمر الصحفي وتوقيع العقود ما بين شركة إدام وطبعا نادينا النادي العظيم النادي الأهلي. يمكن معي في هذه اللحظات الدكتور إيهاب كامل العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة إدام. يمكن طبعا يا دكتور في بداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا عايز أبارك لك طبعا بعد يعني توقيع العقود ما بين شركة إدام والنادي الأهلي، وكلمني طبعا على طبيعة النهاردة المؤتمر الصحفي وتوقيع العقود. أول حاجة أنا سعيد طبعا إن إحنا انضمينا للبيت الكبير، وإن إحنا هيتاح لينا الفرصة إن إحنا نخدم أعضائه ونقدم لهم برنامج الرعاية الصحية إدام اللي هيقدر يوفر لهم الخدمات الطبية أيا كان نوعها إيه، خدمات علاجية أو تجميلية أو تكميلية لكل الأعضاء، خدمات الرعايه، خدمات برنامج ايدام الصحي مجانا لمده 4 سنين. طبعا عايز اسال حضرتك، يمكن برضو قلت في المؤتمر الصحفي انه النادي الاهلي اكتر نادي بيهتم باعضائه، ان هو يقدم لهم دايما رعايه طبيه او رعايه صحيه وخدمات طبيه. يمكن كلمت كويس جدا في النقطه دي يا دكتور، ويمكن عايز اعرف برضو من حضرتك تشرح لنا وتشرح لاعضاء النادي الاهلي ايه طبيعه الخدمات اللي هتقدموها لاعضاء النادي الاهلي في 3 فروع، وازاي اعضاء النادي الاهلي هيحصلوا على الخدمات دي. ايدام هي مشروع للخدمات الطبية، بياخد الخدمات الطبية سواء علاجية أو تجميلية أو تكميلية، بنتعامل عليها بنسب تحمل. يعني إيه بنسب تحمل؟ يعني خلينا نشبهها بالمشروع العلاجي لنقابات الأطباء والمهندسين. طبعا ده مشروع خدمي بتعمله النقابات ديت، بس محدود العدد، ما بيبقاش مفتوح لكل الناس. إدام مشروعها مماثل ومشابه تماما للمشروع النقابي ولكل اعضاء النادي الاهلي. بنغطي الخدمات العلاجيه والتجميليه والتكميليه. احنا بنغطي في الخدمات العلاجيه ما يصل الى 70 او 80%، الخدمات التجميليه بنفس الاشتراطات. احنا مش بس الخدمات العلاجيه، احنا بنغطي كمان الادويه بنسبه 20%. الفكره كلها ان كل المنظومه دي من غير ما بطلب من العميل بتاعي لا اوراق يقدمها، ولا بطلب من العميل بتاعي مشاوير يعملها عشان ياخد موافقات. انا ما بقولوش ان انت عندك سقف لازم ما تقربوش، ما بقولوش ان في عندك خدمات not included او مش مشمولة في البرنامج بتاعك. العميل يقدر ياخد الخدمات العلاجية والتجميلية والتكميلية بنفس اسعار المشروع العلاجي ايدام، اللي هي مماثلة لاسعار المشروع العلاجي لنقابة الاطباء والمهندسين، ومن غير اي نوع من انواع الموافقات. لكل اعضاء النادي الاهلي متقدم لهم الخدمة دي من خلال أكتر من 3000 مقدم خدمة صحية داخل القاهرة الكبرى. بنتكلم في 160 مستشفى، حوالي 1300 طبيب، ما يقترب من 600 معمل تحليل أو يمكن أزيد. الصيدليات أظن إن إحنا عدينا 450 صيدلية، أنا بتكلم هنا داخل القاهرة. عندنا 90 دكتور أسنان، الكشف الأسنان عندهم مجانا تماما، والخدمات بنفس أسعار النقابة وبدون حد أقصى. يعني انا مش شايف ان دي حاجة وحشة. العميل لو كمان ما عندوش القدرة ان هو يوفر التكلفة البسيطة للخدمة الطبية دي، اللي هي بعد ما ايدام شالت اكتر من 70 او 80% منها، ايدام ممكن تقسط له الجزء اللي فاضل ده على سنة وبدون فوائد. طبعا يا دكتور برضو عايز اسالك على انه حضرتك شرحت لنا ان طبيعه الخدمات لاعضاء النادي الاهلي، ولكن اعضاء النادي الاهلي يعني هيعرفوا ازاي طبيعه الخدمات دي؟ عن طريق مثلا تطبيق معين ليه علاقه بالشركه، ولا هتكونوا متواجدين داخل فروع النادي الاهلي؟ اول حاجه احنا متواجدين داخل كل فروع النادي الاهلي، كل فرع سواء الجزيره، مدينه نصر او الشيخ زايد، وقريبا ان شاء الله فرع التجمع. هيلاقي المكان بتاع ايدام جوه الفرع. في ايدام انت في موظفين خدمه عملاء مسؤولين ان هم يشرحوا لك ويفهموك تعمل ايه عشان تاخد الخدمه بتاعه ايدام. اعضاء النادي الاهلي هم اهم اعضاء في مصر واكبر اعضاء في مصر، العدد كبير جدا، فاحنا مش هنطبع كل الكروت دي انستنت او فورا. احنا كل الاعضاء هتقدر ابتداء من اول السنه في خلال اظن 10 ايام من دلوقتي او 15 يوم من دلوقتي هيقدروا ينزلوا الابلكيشن بتاع ايدام. هيلاقوا على الابلكيشن حاجه اسمها ريجسترد، وانس ان هو يسجل في الابلكيشن ويملى بياناته ويدوس تسجيل، هيتم فورا صدور الكارت الالكتروني ليه. ياخد الكارت الالكتروني ده ويروح عند اي حد من مقدمين الخدمه اللي موجودين على الشبكه الطبيه ايدام على الابلكيشن بتاعه، يعني هياخد الخدمه بتاعته فورا بمجرد التسجيل.
ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور ايهاب، وطبعا شكرا ان انت شرحت لنا وشرحت لكل اعضاء النادي الاهلي كيفيه يعني استخدام الخدمات دي وتوفير الخدمات طبعا لاعضاء النادي الاهلي. بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. والله انا اللي بشكركم ان انتم هتساعدونا نوصل لكل الناس. ايدام مش مشروع لواحد ولا اتنين ولا الف ولا مليون، ايدام لازم يوصل لكل الناس. احنا بنغير المنظومه السعريه للخدمه الطبيه لحاجه تبقى سهله وقريبة من كل الناس. فأنا بشكر للنادي الأهلي إتاحته الفرصة لينا أن احنا نعرف نوصل للناس، وشاكر لكم على اللقاء الجميل. طيب دي كانت تصريحات الدكتور إيهاب كامل العضو المنتدب لشركة إيدام للخدمات الطبية لكاميرا قناة النادي الأهلي.